يوم لشهر رمضان المبارك الدولة اللي طلعت معنا بالقرعة هي المملكة العربية السعودية. يعني كبسة. والكبسة السعودية غير الكبسة السورية تماما اللي نحن بنعملها، ولا مرة قاتلين هيك كبسة. فلهسبب اليوم نحن بدنا نعمل الكبسة اللي هي سعودية بكل شيء فيها سعودية. شو رأيك مين أطيب؟ سمادقت ما بعرف، يعني لازم تتوقعي. لا ما بعرف غير كليا عن الكبسة السورية، لهيك نحن اليوم رح نعمل الكبسة السعودية. ورجعنا لكم فيديو جديد. أهلا وسهلا فيكم. تاني أيام شهر رمضان مبارك. اليوم أكلتنا كبسة خارقة. يلا ما رح نطول عليكم كثير الفيديو، رح نعمل الكبسة وبليز اخواتنا السعوديين اذا في شيء مو صح مو ظابط معنا قولوا لنا على طرقكم بالكومنتات لحتى نحن نصير نتعلمها دائما احسن واحسن. اذا طلعت طيبة بجوز دائما رح نطبخها ونصير نعملها. اكيد رح تطلع طيبة ان شاء الله. ميمي شاطرة بكل شيء يا جماعة. فانتوا قولوا لنا بالكومنت اذا في شغلات هي مو صحيحة معنا، نحن عملناها غلط مو ظابطة معنا، نحن ما عندنا مشكلة، بنحب النقد البناء البناء. فلهذا السبب قولوا لنا اذا في شيء مو ظابط معنا ويلا نبلش. بنقول بسم الله الرحمن الرحيم عشان تطلع الطبخه طيبه. حطيت معلقه كبيره من السمنه وراح ضيف شايفين هالقد كاسه من الزيت النباتي. راح ضيف عليهم لومي، ورق غار، قرفه، هيل، وكمان قرنفل، ومكعب ماجي البصل، بقدونس، مكعب ماجي خضروات، يعني ما بعرف الماجي اللي انتم بتحبوه. ونحركهم مع بعض. هلا رح اضيف البصله، بصله ناعمه، عندي هيل ناعم، وعندي فلفل اسود، عندي كركم، ملح، ثوم مطحون، وكمان فليفله حده. يعني حركهم كثير منيح مع بعض. وعندي بندورايتين وسط مقشرين ومكفوتين ناعم، لازم يكونوا مقشرين ما بيصير بقشرون. تمام. يعني الكبسة كتير غرغبة كتار يا جماعة، كتير مشكلة هيك صغار 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 وكتار. كمان عندي معلقة من معجون الطماطم، يعني دبس بندورة. حركهم كتير منيح مع بعض. رح أضيف عليهم زبيب لانه كثير طيب معاها، وطبعا هذا الشيء مثل ما بدك، اذا بدك بتحطي اذا بدك ما بتحطي، بس عن جد الزبيب كثير 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 طيب بالاكل خصوصي اذا كان منسف. وهلا مثل ما لكم شايفين تحريكه التنتين انا رح نزل الدجاج. يا جماعه نحن بنوب ما بنشتري فروج كامل، يعني نحن ما بناكل من الفروج الا الفخاد، فلهذا السبب جبت انا فخاد. انت فيك تحطي فروج، لحمه، اللي بدك اياه. وهلا هيك بنخليهم شايفين لحتى ياخذوا اللون الكامل والطعم الكامل وطعم البهارات بالكامل. راح اغطيهم وخليهم تقريبا 10 دقائق وبعدين نضيف لهم المي. وهلا بعد 10 دقائق راح اضيف المي عليهم، نسكر عليهم لحتى يستووا وبعدين بنجهز الرز. شو ساعدك انا؟ أنا عملت اللحمة. إيه. أنت رح تعمل الرز. الله يعطيك العافية. ونتبل الفخاد هلا وتحطهم بالفرن، وبعدين أنا بعمل المنسف وبزينه. رح أقلي أنا هلا حمص المكسرات. يا جماعة الجلي والشغل اللي نحن عم نعمله بشهر رمضان عم ننزله انستغرام، لأنه نحن متفقين إنه نحط الأكل مع بعض ونشيل الأكل مع بعض ونساوي، عم ننزل سناب شات وانستغرام، اللي حابب يتابعنا يروح هنيك. يعني شو بدي أتذكر لأتذكر من هذا الشهر؟ إن شاء الله تنعاد عليكم كل سنة بالخير. شغلتني بالجلي بالطبخ، كله مشان تطعميني أكلات طيبة. مو مقبول، مو مقبول الصيام، مو مقبول الصيام اللي بيظلم غيره. خلاص ما راح أظلمك، راح ضل أشتغل. الظلم وقتها أنا كون نايم ومتسطح ومرتاح ومرتي عم تهتم بالاولاد وما عم تنام وعم تشتغل وعم تطبخ وكل شيء، ويجي يقول عن حالي انا صايع. رح ضل ساعدك. هذا الشيء مقبول؟ لا والله مو مقبول، انا معي. مقبول مو مقبول، يعني كمان المرأة حقها، يعني تساعد الزلمة. شدوا همكم وساعدوا نسوانكم يا شباب. مشان ينقبل صيامكم. طبعا بدي اقلي هلا المكسرات تشيلهم على جنب وقت التزيين يكونوا جاهزين. هلا شايفين المكسرات لساتها هيك بيضة، بس بدي اقول لكم شغله، المكسرات هلا هيك شايفين بس اخذت لون، شيء انه لون ذهبي خفيف بنشيلها وبنحطها على جنب لانه هي
مع بعضها لسه لحالها بالسخونه اللي فيها بترجع بتاخذ لون شقره. الله يعطيكي الف عافيه. شو هذا؟ شو هاللون الحلو هذا؟ وهلا الفخاد صاروا جاهزين، بدنا نحمرهم هلا بالفرن. بس قبل ما نحمرهم في عنا هاي التبله كتير طيبة، معجون الطماطم بنقوله دبس بندورة، بابريكا، فلفل أسود، ثوم مطحون، كمون، هيل، حاجة نروح يعدهم كلهم. برافو، يلا خلطهم. معلش بتتعلم، مش معك معك بتتعلم، ما في شيء بيجي هيك بيوم وليلة. يسلم لي هالإيدين. بحياتك بحياتي ما كنت أتخيل إنه أقعد بالمطبخ وأقعد أتعلم. ليش؟ أعمل دورة، بعرف أطبخ لأنه لا انت ما قال لي ما. انا ما بعرف اطبخ. هلا تعرف انت ما دور الاكلات ضروري اعمل دوره هذه الاكلات. معلش بنتعلم مع بعض. اكلات سهله، اكلات خفيفه يعني. ضروري دغري شوي شوي هيك دهنهم كلياتهم بالكامل. ايه بالرقي بعيوني. ايه هيك ايه بحنيه يعني. لا كلياتها داير مدار هيك كلها، مو انه بس شوي. ايه ايه امرك. الله يسلمك. بحنيه هيك. ايه شوي 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 شوي. يا جماعه الريحه بتشهي. اي والله. هلا صاروا جاهزين للفرن، تعالوا حطهم بالفرن ونساوي الرز سوا. سلم هالايدين. وهلا بدنا نبلش بطبخ الرز، تعالوا نشوف. هدول الرزات نقعناهم نص ساعة، صاروا مثل الذهب لكم احلاهم. وعندنا هون مية الفروج، لكل كاسة رز شلنا كاسة ونص، هي ما رح نبهرها لأنه جاهزة، بهاراتها جاهزة وفيها الزبيب وكل أمورها تمام. رح نحط الرزات بالميات ونستناها اللي يغلو. أول غلوة، تاني غلوة رح نوطي تحتهم. برافو برافو. يلا هدول ثلاث ساعات لحفظ هالشغلة. لا والله العظيم حفظهم. يلا بسم الله. على فكرة نحنا ما بناكل رز ملون، ها يعني نحنا الرز بناكل أبيض. أبيض بالرز. أبيض بس. بس هلأ هيك عم نتعلم رز مبهر وهيك، خلنا نجرب رز يكون طيب. إن نغير الله. إن شاء الله أيامك وأيامكم جميعا بيضة إن شاء الله يا رب. هلأ رح نستنى عليها شوي لتغلى أول غلوة وتاني غلوة، بعدين منخفف على أوطى عيار بالغاز ومنسكرها ونتركها على نار هادية لحتى يستوى الرز. معلم بصحة تكون شيف. الله خجلتي تواضعي. برافو يا لطيف. الريحة يا ميمي بتشهي القلب. هلا بعد ما غلي الرز أول غلوة وتاني غلوة يعني شوي، رح نخفف على أقل عيار ونسكرها ونتركها تقريبا شي ربع ساعة. تمام لحتى يستوي الرز. لحتى يستوي الرز. الله يسلم ايديكي. بلشت الغروب، بلش غروب الشمس. هلا بلشت الشمس تغيب يا جماعة. غابت الشمس. غابت الشمس. هي بطبيعة الحال ما عندنا شمس نحن. هلا هيك الرز صار معنا، مشان هيك شايفين حطيت الزبيب انا اسود بيطلع. شفتوا شو منظره حلو؟ هو حلو الرز فناني يا ميمي فناني. حلو الزبيب الابيض كمان بيطلع معاها، بس بيجي من لون الرز ما بيبين كتير، فعلى هيك الزبيب الاسود بيطلع احلى. الله يسلم ايديكي. شو هالرزات؟ شو هالرزات؟ رزات شغل معلم. معلم انت معلم، واحنا منك نتعلم. اي والله. هلا انا طبخت الرز بس يعني تحت اشرافك، يعني فينا نقول انه مرة على مرة مرة على مرة بتصير لحالك، ما بدك مين يساعدك. والله كأنك تاخذ القصة عن جد وناوي مرة على مرة اصير اطبخ انا على طول. اتفقنا بس بشهر رمضان. معلش كل شهر رمضان وانت بخير تساوي لنا. معلش الشهر الجاي، الشهر السنة الجاي اذا الله يسر تصير تساوي لنا من دون تعليم. اي ماشي ولا يهمك. ابشري لعيونك. الريحة يا جماعة قاتلة قاتلة. الله أكبر. سلم إيديكي. شي ناهي يا ميمي، شي ناهي. المنظر يا جماعة قاتل، منظر بجنن، والريحة خارقة. الله يسلم إيديكي يعطيك العافية. خلينا ياكي حبيبي قلبي. وهي الكبسة السعودية صارت جاهزة. قولولي ناجحة لأول مرة ولا لا؟ إذا في أخطاء اكتبولي بالكومنت، بس المنظر دمار. لسه ما ضقنا الطعمة، رح ندوق الطعمة ونشوف إن شاء الله يا رب تطلع طيبة، عشان نصير على طول نعمل شغلات جديدة. حلو الواحد يصير يتعلم شغلات جديدة هو مو عاملها قبل بمرة على شهر رمضان المبارك. طيب شو الدولة رح تطلع معانا لثالث أيام رمضان؟ احزروا واكتبوا لنا. أنا رح أفردوا هيك الأوراق هالمرة. أنا دوري اليوم بالسحب يا جماعة على طول. أنا اليومين أنا عم نقي، اليوم هو اللي رح ينقي ويختار لنا شو الدولة اللي رح نعمل لها أشهر أكلة بثالث أيام رمضان. إن شاء الله تطلع أكلة طيبة يا جماعة. يلا اختار. بسم الله. شو طلع؟
مصر. مصر أم الدنيا يا أختي، أنا بحب مصر، حظي حلو طلعت مصر. مصر أشهر كوشاري. كوشاري ودي صعبة كثير. كرومب. كرومب أسهل. كرومب محشي كرومب نعمل. مشهور الكرومب، مشهور الفسيخ، الملوخية، ملوخيته الغير اللي عنا. فسيخ ما في بأمان. فسيخ ما في. فسيخ وكوشاري ما في في ما حمام بالفري ما ممكن. مشهور حبايبنا أهل مصر، أكلات طيبة اكتبوا لنا أكثر كومنت حيجيب لايك، نحن رح نطبخ بكرة طبق، نطبخ الأكلة من هون لبكرة، نحن رح نطبخ طبقته كشري ولا كرومب ولا إلا فسيخ، هي ما عنا ما في فسيخ ما في، فأنتوا اختاروا لنا الطبقة ونحن رح نعملها بكرة وكالعادة. إذا عجبكم الفيديو حطوا لنا لايك، بنشوفكم فيديو جديد.